ندخل على الجلسة الحوارية الثالثة اللي هي موضوعها العقود الرياضية. طبعا موضوع بقى العقود الرياضية ده مهم جدا، هو ده أكبر شيء يثير المنازعات الرياضية ونروح فيه للتحكيم أو للجان القضائية في الهيئات الرياضية والكلام ده كله. فإحنا دلوقتي هندخل في أول موضوع من موضوعاتنا في هذه الجلسة، هو موضوع إشكاليات العقود الرياضية وآليات حل منازعاتها. هتقدمه سعادة الدكتورة الجليلة درصاف عرفاوي، وهي سعادة الدكتورة هي مديرة برنامج الماجستير أو ماجستير القانون الرياضي في الجامعة الأمريكية بالإمارات العربية المتحدة، وهي برضو لها باع طويل في القانون الرياضي في تونس وفي الدول العربية. فلتتفضل سعادة الدكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أهلين فندم. وسهلين. يا أهلا وسهلا بيك، تفضلي يا سعادة الدكتورة. أول شيء أنا سعيدة أني أكون معكم في هذا الصرح العلمي المهم المتعلق بمختلف الإشكاليات الخاصة بالقانون الرياضي. سعدت بأني أسمع المداخلات الزملاء الأفاضل. مداخلتي اليوم راح تكون عن الإشكاليات المتعلقة بالعقود الرياضية وطرق فض هذه الإشكاليات. الإشكال طرح من يوم أنه طلعت الرياضة من الهواية ودخلنا في عالم الاحتراف، وأصبح للرياضة أبعاد اقتصادية أكثر من أنها قائمة على التسلية والترفيه. وظهرت عدة أنواع من العقود الرياضية التي يعني تستوجب الاهتمام القانوني أو الإطار والتأطير القانوني. في هذا الإطار تمام في كده، هذا الإطار سوف نتعرض إلى جملة من النقاط والتي توليت تقسيمها إلى ثلاث محاور. المحور الأول يتعلق بتحديد ماهية العقود الرياضية. المحور الثاني يتمثل في ضرورة تحديد الإشكاليات التي تطرحها هذه العقود الرياضية. من ثم المحور الثالث والأخير وهو الآليات التي سوف يقع اعتمادها في فض المنازعات أو الإشكاليات المتعلقة بالعقود الرياضية. فيما يتعلق بتحديد ماهية العقود الرياضية، الإشكال أنه طرح في مستوى ما هو العقد الرياضي بصفة عامة. يعني العقد الرياضي باعتبار أنه ليس هناك تأطير تشريعي، خاصة تأطير تشريعي رياضي للعقود الرياضية، فإنه تعريفه طرح عدة إشكالات، الأمر الذي أدى إلى تعدد التعريف المقدمة من فقهاء القانون في هذا الإطار. لكن لن أتوسع كثيرا في التعريف المقدم في هذا العرض. يعني بعجالة، العقد الرياضي للاستنتاج الذي توصلنا إليه نحن كفقهاء قانون رياضي وباحثين في القانون الرياضي هو أنه لا يمكن تعريف العقد الرياضي إلا من خلال توفر معيارين اثنين من خلالهما إن توفر يمكن الوصف بأنه عقد رياضي. المعيار الأول هو المعيار الموضوعي، والمعيار الثاني هو المعيار الشخصي. فيما يتعلق بالمعيار الموضوعي فإنه يعني بالإجماع وبالاتفاق أنه يوصف العقد بأنه عقد رياضي إذا كان موضوعه يتمثل في القيام إما بنشاط رياضي أو تنظيم نشاط رياضي أو الإشراف على نشاط رياضي أو حتى تمويل أو الاستثمار في نشاط رياضي. هذا العقد الرياضي من حيث موضوعه لا يمكن وصفه كذلك إلا إذا توفر المعيار الثاني لهذا العقد، وهو المعيار الشخصي، وهو يتعلق أساسا بتحديد الأطراف التي يقوم عليها أو الأطراف التي تبرم مثل هذه العقود الرياضية. فيما يتعلق بهذا الشرط أو هذا المعيار، هو أكثر مرونة من المعيار الموضوعي،
إذ أنه يكفي حتى نصف العقد بأنه عقد رياضي أن يكون أحد أطرافه على الأقل له صفة رياضية، يعني كأن يكون لاعب أو أن يكون مدرب أو أن يكون كذلك شخص اعتباري أو معنوي كالهياكل والأندية الرياضية، الهيئات العامة، وزارة الشباب والرياضة. غير أنه بخصوص الطرف الثاني، ليس بالضرورة أن يكون هذا الطرف له صفة رياضية. فمثلا لو نراجع أو ندخل في تفاصيل بعض العقود الاستثمار، فأغلبها هي شركات خاصة تقوم بتقديم خدمات رياضية وليست لها علاقة بأي يعني ارتباط أو صفة رياضية. هذا إذن بعجالة تحديد المعايير التي من خلالها يمكن وصف العقد بأنه عقد رياضي. إذن كتعريف شامل، يمكن تعريف العقد الرياضي بأنه ذلك الالتزام الذي يربط بين شخصين أو أكثر، يكون أحدهما له صفة رياضية، على أن يكون هذا العقد عفوا بالضرورة يتعلق موضوعه بالأساس بنشاط رياضي أو تنظيم نشاط رياضي. هذا فيما يتعلق بتعريف العقود الرياضية. النقطة المهمة في هذه المداخلة هي تحديد أصناف العقود أو أشكال العقود الرياضية. يعني أصبحت أطراف عديدة تتدخل في النشاط الرياضي، وهو ما أثر على ظهور عدة أصناف حديثة لم نعهدها يعني قبل في المجال الرياضي. ارتأيت من خلال هذا العرض المتواضع أن أقسم أصناف العقود الرياضية إلى صنفين جوهريين أو صنفين رئيسيين، وهي الصنف الأول العقود الرياضية الموجهة إلى الأشخاص. هذه العقود تكون بالأساس محورها الأساسي الشخص، وتعرف هذه العقود خاصة بعقود الاحتراف، ويعني منها عقود الاحتراف التي تبرم بين نادي ولاعب، عقود الاحتراف التي تبرم بين نادي ومدرب. وبخصوص عقود الاحتراف المتعلقة باللاعب، فلها عدة أنواع عديدة، منها عقد الاحتراف الأصلي الذي من خلاله ينضم اللاعب إلى النادي كمرة أولى، فيها عقود الانتقال وهي العقود التي ينتقل فيها اللاعب من نادي إلى آخر، وكذلك فيها عقود الإعارة. هذه العقود يكون فيها لاعب مرتبط بعقد رياضي، عقد احتراف رياضي مع نادي معين، لكن لأسباب فنية أو أسباب أخرى يعني تتضح من خلال محتويات العقد، يتم إعارته إلى نادي آخر. أما الصنف الثاني وهو الذي يدل عفوا على قيمة الاستثمار والقيمة الاقتصادية التي أصبحت تطغى على الرياضة، هي العقود التجارية الرياضية. هذه العقود التجارية الرياضية ليس هناك اختلاف بينها وبين أي عمل تجاري، هي بالأساس تهدف إلى الاستثمار وتحقيق الربح، لكن الاستثمار في هذه العقود هو استثمار ذو طبيعة خاصة. وهذه العقود هي عقود متعددة ولها أصناف عديدة وأشكال عديدة، تكون من خلال اتفاقيات تبرم بين الهياكل أو الأندية الرياضية وبين جهات أخرى تهدف إلى خدمة النشاط الرياضي، من ذلك عقود الرعاية، عقود الاستشهار، عقود البث التلفزيوني وغيرها من العقود الأخرى، أهمية كبيرة في ما يتعلق بأصناف العقود الرياضية. هذه العقود لها دور كبير ودور مهم في تنشيط عجلة الاقتصاد الرياضي، وخاصة في تحقيق التنمية والاستدامة وتطوير النشاط الرياضي. إذا من خلال تحديد تعريف العقود الرياضية ومن خلال تحديد أصناف هذه العقود، لسائل أن يسأل:
يعني الصورة الاحتفالية والصورة المرحة التي تظهر عليها الرياضة في أغلب الأحيان، أهازيج الجماهير وغيرها من المظاهر، قد يذهب في ذهن البعض أن لا يمكن لهذه التظاهرات الرياضية وهذه الفعاليات أو حتى هذه العقود بما أنها مسلطة في الرياضة أن تؤدي إلى الإشكالات، لكن هذه العقود طالما أنها ارتبطت بالمال فيا سادة فهي سوف تؤدي إلى عدة إشكالات. إذن سوف ننتقل إلى المحور الثاني من هذا العرض وهو الإشكالات التي تمنحها العقود الرياضية. بصفة عامة هي نحن عبرنا عنها بالإشكالات، لكن هذه الإشكاليات أو الخلافات في مجملها هي تشكل نزاعات أو كذلك ما يصطلح عليه عند البعض بالمنازعات الرياضية. وكتعريف بسيط وشامل حاولت أن أتوصل إليه باعتبار أن أغلب الزملاء تفضلوا بتقديم عدة تعاريف في إطار عروضهم، فإن النزاعات الرياضية هي مختلف الخلافات أو النزاعات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الرياضية والتي تنشأ بين الأطراف المختلفة في النشاط الرياضي. هذه المنازعات تحتوي أو تشمل على عدة أمور مختلفة، ما منها كالاختلاف في تفسير القوانين الرياضية أو تحديد العقوبات المفروضة الناتجة عن المخالفات الرياضية سواء لاعبين أو فرق، وكذلك والذي يهمنا في هذا الإطار العقود الرياضية بمختلف أنواعها. نمر للنقطة الثانية في الإشكاليات التي تطرحها العقود الرياضية. فيما كذلك نقطة مهمة فيما يتعلق بتعريف المنازعات الرياضية، المشرع الإماراتي في إطار تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، يعني وأسوق هذه المعلومة بعجالة، نحن لفترة طويلة يعني بين أخذ ورد في ما هي الطبيعة القانونية للهياكل المختصة بفض المنازعات الرياضية، هل هي جهات تحكيمية أم أنه يمكن أن تصطلح عليها بالقضاء الرياضي؟ المشرع الإماراتي من خلال إصدار قانون اتحادي لسنة 2016 حسم النزاع في دولة الإمارات واعتبر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي جهة قضائية رياضية باعتبار أن قواعد الاختصاص الحكمي أو ما يعرف بقواعد الاختصاص النوعي يقع إحداثها بموجب قوانين، وبالتالي هذا المركز هو عبارة عن محكمة رياضية بمفهوم القضاء الذي نعرفه. ويعني عرف هذا القانون المنازعات الرياضية كما تتفضلون وترونه أمامكم في هذا العرض، لكن من خلال هذا التعريف المقدم بخصوص المنازعات الرياضية حاولنا أن نطرح سؤال: ما هي النزاعات الرياضية المتعلقة بالعقود الرياضية وكيف يمكن حل هذه المنازعات؟ المنازعات التي تطرحها العقود الرياضية ليست لها الخصوصية التي تختلف عن بقية المنازعات باعتبار أنه في تنظيم المنازعات الرياضية وطريقة حلها لم تفرق اللوائح والقوانين المنظمة لهذه المسألة بين نزاعات خاصة بالعقود الرياضية أو بالمنازعات الخاصة بغير العقود الرياضية، غير أنه وضع معيار محدد يسري على كافة النزاعات الرياضية سواء كانت متعلقة بالعقود الرياضية أو غيرها. وبصفة عامة هذه المنازعات هي إما نزاعات تأديبية أو نزاعات تجارية. فيما يتعلق بالنزاعات التأديبية، ولسائل أن يسأل ما علاقة النزاعات التأديبية بالعقود الرياضية؟ نعم، فإن أغلب عقود الاحتراف
أغلب النزاعات التي تنجر عنها هي نزاعات ذات صبغة تأديبية، وتتمثل خاصة في تلك المخالفات السلوكية التي يرتكبها الرياضي أو المدرب أو كذلك الحكام وغيرهم من الأشخاص المنخرطين في النشاط الرياضي، والذين تكون لهم طبعا علاقة تعاقدية بجهة أو هيكل رياضي. النزاعات التأديبية كذلك هي يمكن أن تأخذ عفوا شكل النزاعات المتعلقة بالمنشطات. وما أدراك ما المنشطات؟ باعتبار أن هذه الظاهرة تمثل سرطان الرياضة وتهدد الأخلاق الرياضية والتي بنيت عليها الرياضة. أما النزاعات الإدارية فهي تتمثل في ظاهرة الفساد المرتكب في المجال الرياضي، ومنها التلاعب بالنتائج الرياضية، خرق لوائح الانتقالات، وجرى المخالفات المتعلقة بالمراهنات الرياضية الغير مشروعة. وأسوق هذه العبارة بتحفظ، باعتبار أن هناك من الدول الشقيقة يعني لا يعترفون بنظام المراهنات الرياضية، لكن نحن مجبورون على الحديث على هذه النقطة باعتبار أنها مسألة تدخل في إطار النزاعات الرياضية، وتولت الهياكل الرياضية الدولية تنظيمها ولا الحديث عنها. إذا هذه النزاعات التأديبية بعجالة وبصفة عامة هي النزاعات المرتبطة بعقود الاحتراف أو الانتقال أو الإعارة. النوع الثاني من المنازعات الرياضية هي كذلك تلك المنازعات التي لها علاقة وطيدة بالنزاعات العقود التجارية، وقد اخترت أن أطلق عليها مثل ما تم تقسيمها وفقا للنظام الأساسي لمحكمة التحكيم الدولية كاس، بأنها نزاعات ذات صبغة تجارية، وعادة ما تكون ناتجة عن الإخلال بالالتزامات المالية المتفق عليها في العقود التجارية، كأن يخ... يخ... عفوا يخل أحد من أطراف هذه العقود بالتزامه أو بالشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها، منها نزاعات خرق قواعد الملكية الفكرية في المجال الرياضي كحقوق البث وحق الرياضي في الصورة، وكذلك الإخلال بعقود تنظيم التظاهرات الرياضية. في ختام هذه النقطة الثانية والمتعلقة بأشكال أو أنواع المنازعات الرياضية والتي لا يمكن أن نفيها حقها في 10 أو 15 دقيقا باعتبار أنه موضوع مهم، سوف ننتقل إلى الأساليب أو الآليات التي من خلالها يتم فض المنازعات المتعلقة بالعقود الرياضية على اختلاف أنواعها. نحن نعرف أن الوسيلة الأساسية في فض المنازعات الرياضية هي التحكيم، وبالتالي الوسيلة الأولى في فض هذه المنازعات هي التحكيم الرياضي. وهنا نميز في إطار الحديث عن التحكيم الرياضي بين المنازعات التي لها صبغة محلية أو صبغة وطنية، وبين المنازعات التي لها صبغة دولية. وبالتالي فهنا تحديد الجهة المختصة تكون حسب طبيعة النزاع. إذن مر للنقطة الثانية، وهي الوسيلة البديلة أو الوسائل البديلة التي أصبح يتم الاعتماد عليها في فض المنازعات الرياضية. يعني هنا يمكن أن نطرح نقطة بسيطة، أنه في إطار الأحكام المتعلقة بالتقاضي في المادة المدنية، يعني في القضاء التجاري، كان القضاء ولا يزال الوسيلة الأساسية لفض المنازعات، لكن أصبح التحكيم هو الوسيلة البديلة للقضاء. هنا في المجال الرياضي التحكيم هو الوسيلة الأساسية، والآن أصبحت للتحكيم الرياضي وسائل بديلة في فض المنازعات الرياضية. واحتراما للوقت حتى لا يعني أتعسف على التوقيت،
فإنه هناك وسيلتين هامتين ووسيلتين رئيسيتين في فض المنازعات الرياضية باعتبارها وسائل بديلة، وهي وسيلة التفاوض والوساطة، وهما من أبرز الآليات البديلة للتحكيم الرياضي. هاتين الوسيلتين الهدف منهم التوصل إلى حلول يتفق عليها الطرفان المتنازعان بشكل طوعي، ويتطلب التفاوض القدرة على التواصل الفعال والتفاهم المتبادل. وهنا يمكن أن يشمل عدة مراحل في التفاوض وصولا إلى اتفاق مقبول لكلا الطرفين. أما الوساطة فهي وجود طرف ثالث وسيط في النزاع محايد يساعد على التوصل إلى حل وسيط يرضي جميع الأصناف المتنازعة. نمر للأساليب الأخرى في فض المنازعات الرياضية. إلى جانب التحكيم وإلى جانب الوساطة، هناك دور مهم تقوم به الهياكل الرياضية في فض المنازعات، وذلك في إطار ما تحدده لوائحها في فض المنازعات الرياضية، من ذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، الوكالات مكافحة المنشطات. إذن هذا بعجالة فيما يتعلق بالعقود التجارية الرياضية وطرق فضها. أتمنى أني لم أطل عليكم كثيرا، شكرا على رحابة صدركم، وأجدد شكري إلى الهيئة المشرفة على هذا التنظيم. وإن كان هناك يعني أسئلة فنحن مستمعون بكل ترحيب. شكرا جزيلا الأخت والصديقة العزيزة سعادة الدكتورة درصاف عرفاوي، طبعا لحضرتك كل التحية والتقدير. أنا طبعا يعني بتفق مع حضرتك تماما إن موضوع العقود الرياضية، والحقيقة كل موضوع من الموضوعات اللي احنا طرحناها النهاردة دي محتاجة يعني يعني حلقات وحلقات وحلقات. كان ليا بس أنا بأيد حضرتك طبعا إن في علاقة ما بين النزاعات التأديبية والعقود الرياضية. دليل على ذلك إن دايما في عقود الرعاية الرياضية إن الشركات الراعية لما بتبرم عقودها مع الرياضيين أو مع الأندية الرياضية أو الهيئات الرياضية الأخرى، فدايما بتضمن العقود فيما بينهم إن في حالة ثبوت تعاطي الرياضي للمنشط وتوقيع عقوبة عليه فيتم فسخ هذا العقد. في نماذج كتيرة جدا حصلت هنا في مصر ان في بعض الشركات الراعية فسخت عقود رعايتها للرياضيين، لا سيما في الالعاب الفردية، بسبب ثبوت تعاطيهم للمنشطات. دي نقطة. النقطة التانية المهمة برضو اللي عايز اؤكد كلام حضرتك عليها ان موضوع صياغة العقد الرياضي ده موضوع مهم جدا، ان ازاي انا كمستشار قانوني او الهيئة الرياضية زي في نادي او مستشار قانوني للاعب حتى، ازاي اصيغ عقد رياضي بحيث ان لازم يكون هذا العقد موافق للوائح الهيئات الرياضيه لا سيما الاتحادات الدوليه، زي لائحه شؤون اللاعبين وانتقالاتهم. فما ينفعش مثلا واحد يعمل عقد انتقال لاعب او احتراف لاعب ويكون مدته اكثر من 5 سنوات لاعب كره قدم، عشان لائحه شؤون اللاعبين والانتقالاتهم واوضاعهم دي بتحدد ان اقصى مده 5 سنوات. طبعا ده موضوع مهم جدا ومحتاج حلقات كثيره، فاشكر حضرتك جدا سعاده الدكتوره الجليل. الان يعني ندخل في موضوع اخر من موضوع العقود الرياضيه، موضوع عقود الانشاءات الرياضيه وعقود المقاولات الرياضيه. هيحدثنا ان شاء الله في هذا الموضوع صديقي واخي العزيز سعاده المستشار محمد السنتيسي، وهو مستشار قانوني يعني متميز في موضوعات او المتعلقه بالمقاولات عموما وعقود الانشاءات، وهو مؤسس ورئيس الجمعيه العلميه للقانونيين في اعمال المقاولات في المغرب الشقيق. ليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أشكرك سعادة المستشار الفاضل على التقديم وعلى الدعوة الكريمة. طيب، أود أن أشكر في البداية الجاستس أكاديمي على إتاحة فرصة لي للتحدث في هذا الجلسة عن موضوع مهم، هو موضوع الإنشاءات الرياضية
وآليات حل نزاعاتها في المغرب. أنا أضفت لهذا العنوان نحو مقاربة أكثر فعالية الطفرة التي يشهدها المغرب في المجال الرياضي، خاصة في مجال كرة القدم في السنين الأخيرة، في السنوات الأخيرة، هي ليست محضة صدفة. المنتبه بعين فاحصة سيرى أن هذه هي منظومة متكاملة، وقد لجأ إليها المغرب ونهج هذه المنظومة المتكاملة منذ ما يزيد على 17 سنة، وذلك عن طريق اتخاذ ترسانة مهمة من القوانين. أتحدث هنا عن القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، هو قانون رقم 3009. القانون اتخذه المغرب وقد صدر في شهر غشت من سنة 2010. هذا القانون مهم لأنه ينص على إحداث غرفة التحكيم الرياضي في المغرب التي تختص بالبت في المنازعات ناتجة عن الأنشطة الرياضية. هناك قوانين أخرى سأتطرق لها وأذكرها في الشق المتعلق أن يعزى هذا التطور إلى السياسة الهادفة لتوفير بنية تحتية رياضية. هذه البنية التحتية الرياضية أذكر على سبيل المثال المركز محمد السادس لكرة القدم، وهو مركز دولي متكامل ومشهور على الصعيد العالمي. هذا المركز تم افتتاحه سنة 2009 ليعطي ثماره الآن مع منتخبات في الفئات السنية تقريبا كلها نساء ورجالا. سأمر بس لمتابعة المقدمة التي كنت بصدد التحدث فيها، وهي بعض القوانين التي تشكل هذه الترسانة القانونية التي توفر المناخ العام لتطور الرياضات. المغرب لم يتخذ فقط ترسانة قانونية، لكن ليصاحب هذا المنشآت الرياضية، فقد أنشأ شركات خاصة، شركات عمومية مغربية، لتساعد في حسن تدبير هذه المشاريع الرياضية، كشركة سونارجيس، وهي الشركة الوطنية لإنجاز تدبير المنشآت الرياضية، كذلك أسست في نوفمبر 2008، وهي تعتبر الذراع التنفيذي للدولة في مجال الإنشاءات الرياضية. سأتحدث الآن عن هذه عن عقود الإنشاءات. عقود الإنشاءات في المغرب أو الإنشاءات الرياضية حتى ولو كانت رياضية، فهي إذا كانت صاحب المشروع، مشروع الإنشاء، مشروع إنشاء هذه المنشأة الرياضية، إذا كان من أشخاص القانون العام، فإن النزاعات المتعلقة بهذه العقود سوف تكون من اختصاص المحاكم الإدارية، وذلك بإعمال المعيار الشخصي لطبيعة الأشخاص الذين كانوا في هذا العقد وأنشأوا هذا العقد أو طرفي هذا العقد. إذا كان يتعلق الأمر بمنازعات خاصة بصفقات عمومية لإنشاء إنشاءات رياضية كملاعب وقاعات رياضة ومراكز للرياضة وللتأطير وللتعليم الرياضة، فإنها ستكون من اختصاص المحاكم الإدارية. لكن وإن كانت من طرف هذه المنشآت، عقد الإنشاء من طرف أشخاص، شركات أو بعض الأندية التي تريد أن تنشئ ملاعب أو قاعات رياضية متعددة الأنشطة لصالحها، فإن النزاع سيكون نزاع تجاري، لأنه بين أشخاص يخضعون للقانون العام. هذا الأمر هو كذلك في المملكة المغربية، لأن الأمر يتعلق بغياب محاكم مختصة. لا يوجد في المغرب محاكم رياضية، فالنزاع إما يعرض على المحكمة الإدارية إن تعلق الأمر بصفقة عمومية،
وإما يلجأ إلى القانون، إلى المحاكم القانون الخاص إذا كان طرفي العقد من الأشخاص الخاص، من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص. دخلنا الآن في موضوع، هذا هو الإطار القانوني. دخلنا الآن في موضوع آليات فض النزاعات في هذه العقود. تطرقت إلى الاختصاص النوعي، هو إما يعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية أو المحكمة التجارية، وذلك حسب الأشخاص. لكن نلاحظ أن الترسانة القانونية تدعم اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات، وذلك منذ سنة 2008، أو لا، في نهاية شهر ديسمبر 2007، إذ أنه قام المشرع المغربي بتعديل قانون المسطرة المدنية، وذلك بإدخال واعتماد قانون رقم 058، الذي هذا القانون صدر في ديسمبر 2007، وأتاح للأشخاص لأول مرة في المغرب إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. يعني هنا فتح المجال لأول مرة لأشخاص القانون العام من إدارات عمومية ووزارات إلى إمكانية اعتماد بنود التحكيم أو شرط التحكيم في العقود في الصفقات العمومية وفي عقود الإنشاءات الرياضية. هذه كانت أول مرة يفتح هذا الباب وهذه الإمكانية. هذا اللجوء إلى الوسائل البديلة تم ترسيخه على التوالي بعدة قوانين. فمثلا القانون المتعلق بالتربية البدنية كذلك يؤكد على هذه الإمكانية، إمكانية اللجوء إلى وسائل بديلة لفض المنازعات. هذا القانون كما سبق أن قلت أنه هو الذي أحدث غرفة التحكيم الرياضية، لكن حتى وإن وجدت غرفة التحكيم الرياضية فإنها ليست هي المختصة بالبت في المنازعات عقود الإنشاءات أو عقود البناء والإنشاء، أنها هي تختص فقط بالبت في المنازعات الناتجة عن الأنشطة الرياضية كعقود اللاعبين وكمشاكل التحكيم، ليس التحكيم كوسيلة بديلة بل التحكيم الرياضي. هذه الغرفة اللي هي غرفة مختصة بالتحكيم الرياضي كانت ما بين سنة 2019 و2023، يعني على مدى 4 سنوات، شهدت 181 ملف، أي بمعدل ملف كل أسبوع تقريبا مدى 4 سنوات. هذا يدل على أن هذه الغرفة هي غرفة مختصة. وفي قانون الصفقات العمومية الأخير، وهو قانون رقم 431 22 2، هذا القانون يحدد مراحل إبرام وتنفيذ عقود الإنشاءات الرياضية التي تنفذها الجهات الحكومية، مع أنه قانون يتعلق بالصفقات العمومية، ويولي أهمية كبيرة للشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة. هذا القانون دخل حيز التنفيذ في فاتح سبتمبر من السنة الماضية، إذ أنه ينص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم. هو يكرس مبدأ أو الحث على أو حث الأشخاص الخاضعين للقانون العام إمكانية اللجوء إلى التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لفض النزاعات. قانون المسطرة المدنية 0508 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، هو كان أول مرة فتح لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم، إلا أنه أصبح يتوفر المغرب على قانون خاص بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهو القانون رقم 17/95. هذا القانون أدخل حتى إمكانية التحكيم الإلكتروني، وهو عمليا هي هو هي هو تحكيم عن
عن بعد في وسائل عبر وسائل الاتصال الحديثة. لهيئة التحكيم إمكانية استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لعقد اجتماعاتها عن بعد. رغم كل هذا، يبقى اللجوء إلى التحكيم أو إلى وسائل البديلة لفض المنازعات في عقود الإنشاءات يبقى ضعيفا في المغرب، لأن هذا راجع لعدة عوامل. قلنا أن الإدارة العمومية خاصة، لأن عقود الإنشاءات هي من تدخل في مجال البنية التحتية، وهذا من اختصاص عمل الحكومة والإدارات العمومية. إذن سأتحدث بالخصوص عن قصور الإدارة العمومية إلى اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات الخاصة بعقود الإنشاءات الرياضية، التي هي دائما تعقد الاختصاص إلى المحاكم الإدارية، حتى إن لم يتم التنصيص في دفتر الشروط الخاصة عن اللجوء إلى الاختصاص القضائي. ف بطريقة أوتوماتيكية يعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية لفض هذا النزاع، يعود إلى أسباب عديدة، منها كما أسلف المستشار الأستاذ عبد الله إدريس، ضعف الثقافة الرياضية القانونية، أو لا ضعف الثقافة القانونية الرياضية بالأحرى، لأن الناس ليست لهم إلمام كبير بوسائل البديلة لفض المنازعات. وهنا يمكن اقتراح بعض الحلول أو بعض المقترحات لمواجهة هذه التحديات، ذلك كإمكانية إدماج بعض المناهج التعليمية في مستوى الماجستير أو ما يعرف بالماستر في الجامعة، كما هو الشأن في بعض الدول الأوروبية كمدريد وبرشلونة. في جامعات مدريد وبرشلونة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، توفر جامعة برشلونة ماجستير مختص في كرة القدم، ويمكن كذلك أن يضاف منهج في للقضاة في المعهد العالي للقضاء، أن يضاف لهم في تكوينهم الذي يدوم 3 سنوات، منهجا للقانون الرياضي، ليكونوا ملمين بالقانون الرياضي. وبعد ذلك يمكن للسلطات العمومية في المغرب أن تستحدث قضاء مختصا في الرياضة، ويعني إنشاء محاكم رياضية مختصة، مما سيسهم في أولا في تسريع وتيرة فض النزاعات المتعلقة بالرياضة، ويمكن أن يضاف إلى المنازعات الرياضية، لأنه يوجد عندنا غرفة التحكيم الرياضية المغربية، لكن يمكن أن تشمل المحاكم الرياضية المختصة حتى عقود الإنشاءات الرياضية، دون اللجوء إلى القضاء التقليدي، القضاء الإداري، الذي وتيرة فك وفض النزاعات فيه ثقيلة شيئا ما في الوقت ومستنزفة للأموال. كذلك سيتم تعزيز الاحترافية، لأنه سيكون عندنا قضاة مختصين ويعني محترفين. هذه الملفات وهذا تراكم هذه الخبرات بحكم ممارسة فض النزاعات الخاصة بالرياضة عامة، وبالخصوص عقود الإنشاءات الرياضية، سيمكن من تطوير القوانين الرياضية في المغرب. كان هذا بعجالة وباقتضاب نبذة عن عقود الإنشاءات الرياضية في المغرب، والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع، مع بعض الاقتراح بعض الحلول
والاقتراحات. لهذا لكي يتم ليتم لنا ذلك، يجب أو لا، أنا أدعو إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتعميم وتطوير الوعي الثقافي بالوسائل البديلة لفض المنازعات. شكرا صديقي العزيز سعادة المستشار محمد السنتيسي. طبعا يعني استمتعنا بحديث سعادتك، وأنا يعني أضيف يعني على كلام حضرتك إن منازعات عقود الإنشاءات أو عقود المقاولات الرياضية دي منازعات على فكرة يعني هامة جدا، ويمكن أنا من ضمن ما دعيت إليه إن أنا دعيت كمحكما في إحدى النزاعات ما بين إحدى أو أكبر من أكبر الهيئات الرياضية في مصر، بين أكبر شركة مقاولات يمكن في الوطن العربي. كان النزاع ما بينهم 460 مليون جنيه تقريبا، وكان في نزاع ما بينهم يعني قائم. فعايز أقول لحضراتكم يعني إن النزاعات في عقود المقاولات والإنشاءات الرياضية دي نزاعات كبيرة وفنية أكثر منها كمان، لأنها دائما ما تتعلق ب توافر شروط المواصفات في عقد المقاولة أو عقد الإنشاءات. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا أضيف على اقتراحات حضرتك، أنا يعني بصراحة بأكيف دايما المنازعات اللي هي بتنشأ في مجال عقود الإنشاءات أو المقاولات الرياضية، إن دي منازعة رياضية. أما هذه منازعة رياضية وفقا للمعيار الموضوعي، إن ده يعني متعلق بنشاط رياضي، فيبقى إذا ده يختص به مركز التحكيم الرياضي بقى في الدولة أيا ما كان، طالما إن الاختصاص حصري لمركز التحكيم الرياضي زي السعودية زي قطر زي الإمارات ويمكن الكويت كمان، وإن شاء الله يمكن في القانون الجديد في مصر بإذن الله يبقى الاختصاص حصري لمركز التحكيم الرياضي المصري بالنسبة لجميع المنازعات الرياضية. تقبل تحياتي سعادة المستشار العزيز والأخ الحبيب، بارك الله فيك. والآن سننتقل إلى المحاضرة الرابعة في الجلسة الثالثة والأخيرة وختامها مسك، نتكلم فيها أو هيتم طرح فيها الملكية الفكرية في المجال الرياضي، وده هتتكلم فيه سعادة الدكتورة أميرة نايل الأخت والصديقة العزيزة. سعادة الدكتورة أميرة نايل هي مديرة إدارة الملكية الفكرية في مؤسسة الأهرام الصحفية طبعا المعروفة الأهرام، وبرضو مديرة إدارة الملكية الفكرية في الهيئة الوطنية للصحافة هنا في مصر، وهي حاصلة على الدكتوراه بتاعتها في موضوع المسؤولية المدنية عن البث الإذاعي للأحداث الرياضية. وعايز أقول لكم كمان يعني هغششكم كده يعني إيه، إن هي يعني لها باع في المجال الرياضي، وعلى المستوى الشخصي يمكن في بعض الأمور يعني أحب أخد رأيها يعني في بعض الأمور، يمكن كان منهم مؤخرا كان في رأي مطلوب مني في المحكمة الرياضية الدولية كاس في أحد القضايا يعني أنا خبير فيها، يعني إيه حاولت أستنير برأيها وكان لها يعني إيه الرأي السديد يعني، فأشكرها طبعا على وجودها معانا ولتتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طبعا عليكم السلام ورحمة الله. أنا بشكر أكاديمية العادية وبشكر كل الكوكبة اللي شاركت النهاردة في الندوة الهامة المتميزة، ودعوني طبعا أخص بالشكر المستشار دكتور شعبان. الحقيقة يا فندم احنا اللي بنتعلم من حضرتك يعني، والرأي السديد لحضرتك فأنا اللي بشكرك. بالنسبة لموضوع علاقة الملكية الفكرية بالرياضة، حقيقة إن إحنا بداية من انتقال الرياضة من المفهوم التقليدي ليها كأداة ترفيه، تفضل. الحقيقة منذ أن انتقلنا من الرياضة ليها مفهوم تقليدي اعتدنا عليه كأداة ترفيه وتقارب ثقافات، انتقلنا من المفهوم ده لمفهوم صناعة الرياضة. من وقتها وإحنا بنكتشف كل يوم عمق العلاقة ما بين الرياضة وحقوق الملكية الفكرية ومختلف فروعها، حق مؤلف، حقوق مجاورة، علامات تجارية، براءات اختراع، وأيضا التصميمات الصناعية. خليني أبدأ مع حضراتكم بالمحور الأول وهو حق المؤلف والحقوق المجاورة. عندما نتوقف عند هذا المحور هيستحضرنا بالطبع حقوق البث للأحداث الرياضية،
وباعتباره انه من اهم الحقوق اللي ولدتها هذه الصناعه، وانه من اهم الحقوق اللي بتقدر ان هي تدر دخل كبير جدا على الهيئات الرياضيه، وبتقدر تعتمد عليها في اداره القطاع الرياضي باكمله. عندنا التطبيقات القضائيه بصراحه في الرياضه كانت اسرع وقدرت ان هي توطد العلاقه بشكل كبير. سنه 2011 نشأ نزاع بشأن انتهاك حقوق البث في مباريات الدوري الإنجليزي أزاء أن إقامة سيدة بريطانية تدعى كارتن مارفي. استوردت هذه السيدة جهاز فك تشفير سمح ببث المباريات للجمهور على نحو غير مرخص به طبعا، لأن كان هناك قنوات تلفزيونية بتمتلك حقوق بث هذه المباريات مقابل اشتراك مدفوع. عندما عرض النزاع على محكمة العدل الأوروبية، حقيقة إن المحكمة كشفت بقى عن عمق العلاقة اللي احنا بنتكلم بصددها حاليا بشكل ملحوظ جدا. فرقت المحكمة الأحداث الرياضية الاستعراضية زي حفلات الافتتاح والاختتام وأيضا الرياضات الإيمائية، باعتبارها إن هي أحداث لها سيناريو معد مسبق قبل بداية الحدث الرياضي. واعتبرت المحكمة إن هذه الأحداث مصنفات أدبية محمية وفق تشريعات حق المؤلف، بينما الأحداث الرياضية ذات الطابع التنافسي طبعا المباريات اللي كل الناس بتستنى النتائج وبتشد الجمهور وملهاش سيناريو معد مسبق، المحكمة قالت بالضبط إنها ليست مصنفات وفقا للمعنى المقصود في التوجيه الأوروبي بشأن مجتمع المعلومات 2001. بدأت حماية الأحداث الرياضية ذات الطابع التنافسي على أساس اتفاقية روما 1961 بشأن حماية فناني الأداء والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي. وأخذت بقى هذا النهج توالت بعديه الأحكام اللي بدأت تؤسس لحماية بث الأحداث الرياضية على أساس إنها حقوق مجاورة. في حكم المحكمة العليا بالولايات المتحدة تمت لصالح شركة جي أن جي، ودي كانت شركة برمجيات ترفيهية بتملك حقوق بث المباريات القتالية. اللي حصل ان هي ايضا عندنا امي ميكس، دي شركه خدت يعني اشاره البث ذاتها وبدات تبث المباريات للجمهور. المحكمه العليا الامريكيه حكمت بنفس طريقه محكمه العدل الاوروبيه وعلى نفس الاسس القانونيه، واسست للحكم على اساس انه انتهاك لحقوق البث وفقا لاتفاقيه روما 61. اما بشان المحكمه الاقتصاديه المصريه، خليني اقول انها كان ليها وقفه كويسة جدا وقدرت فعلا ترسخ للاقتطاف من البث وليس البث الكامل. في مباراة مصر والكونغو في 2018، إحدى شركات الأساس المصرية أخذت أو اجتزأت جزء من هذه المباراة ووضعته في إطار أغنية. يعني الحقيقة لو شفنا اللينك لهذا البث هنلاقيه إنه هو عبارة عن أغنية وبتنتهي بشكل الفرنتشر او الاساس اللي بتعرضه الشركه، لان هي اوريدي شركه، لكنها لما اجتزأت البث ده خدته جوه اطار الاغنيه. ومن هنا جه راي الخبير ان ده جه في اطار اغنيه تشجيعيه بتشد بأزر الشعب المصري، وبقى يعني التقرير كله تقريبا كان مبني على هذا الاساس. الا ان المحكمه الاقتصاديه المصريه كان ليها رؤيه مختلفه واعتبرته اجتزاء واقتطاف، وانه بس تم على نحو غير مصرح به، وحكمت فعليا بتعويض بالرغم انها المقتطفات دي لا تتعدى الثواني. عايزه اقول ان الحكم ده بيرسخ للعلاقه الوطيده بين حمايه الملكيه الفكريه او بين الحقوق الملكيه الفكريه اللي بتقرها هذه التشريعات وبين الرياضه، لانها حمت حتى الاجزاء من البث. الحقيقه ان البث التلفزيوني او البث الفضائي او من خلال الكيبل او دي هي مظاهر او وسائل البث المعروفه. المحاكم ما وقفتش عند هذا، المحكمه ادانت ايضا توفير الروابط التشعبيه او اللينكس اللي بتتيح البث التدفقي لمباريات دوري كرة القدم للمحترفين بفرنسا قبل كده. وأسست الحكم ده على إنه بالضبط المحكمة قالت كده، إنه إتاحة البث التدفقي لمباريات غير مرخص بها وفق حقوق البث كونها حقوقا مجاورة.
واعتبرت المحكمة هنا إن توفير ده، توفير اللينك ده أو إتاحته أو إباحته لأنه يوفر البث التدفقي للأحداث، ده نوع من أنواع التقليد المحظور وفق تشريعات الملكية الفكرية. لننتهي في هذا الشأن إن سواء أو في هذا المحور، إن سواء بنتكلم على أحداث رياضية استعراضية زي الافتتاحات وختام المباريات زي ما قلنا في السابق، أو بنتكلم على أحداث رياضية ذات طابع تنافسي، فكلاهما يلقى حمايته وفقا لتشريعات الملكية الفكرية سواء على أسس حق المؤلف أو الحقوق المجاورة. مع حضراتكم لمحور آخر بيرسخ لعمق هذه العلاقة بين الرياضة والعلامات التجارية الرياضية، وإنها بتؤسس برضو حمايتها على نفس الشيء على قوانين الملكية الفكرية. الحقيقة إن العلامات التجارية الرياضية بتنقسم عندنا لعلامات تجارية للهيئات الرياضية زي الأندية والاتحادات واللجان الأولمبية، والعلامات التجارية الخاصة بالرياضيين ذاتهم. بالنسبة لشكل الحلقات الأولمبية المتداخلة اللي هو معروف جدا ومشهور وأوريدي، هو ممكن يبقى بيلقى حماية وفقا لأنه بيعتبر من شعار من العلامات فائقة الشهرة زي ما احنا بنعبر في تشريعات الملكية الفكرية. الحقيقة إن الشعار ده عندما غلته إحدى الشركات، وكانت بتمتلك في هذه الفترة اللجنة الوطنية الأولمبية الرياضية الفرنسية، طبعا هي بتمتلكه لفترات انعقاد المباريات، فكانت بتمتلكه هذه الفترة أو بتمتلك حقوق استغلال وهذه الفترة اللجنة، المحكمة محكمة باريس أدانت هذا وألزمت الشركة المعتدية بدفع مبالغ طائلة كتعويضات للجنة. اللي يهمنا هنا الإدانة جت أسست على أي تشريعات؟ أولا تقنين الملكية الفكرية الفرنسي، ثانيا اتفاقية نيروبي بشأن الرمز، حماية الرمز الأولمبي والشعار 1981. ومن هنا احنا بنقول صحيح ان قانون الرياضه بيوفر حمايه للعلامات التجاريه، الا ان اساسها موجود ضمن تشريعات الملكيه الفكريه. هنتقل مع حضراتكم للعلامه التجاريه للرياضيين ذاتها. الحقيقه ان العلامه التجاريه للرياضيين، احنا دايما اتعودنا ان العلامه التجاريه بتاخد شكل رمز، رسومات، مخطوطات، حتى النصوص التشريعيه العربيه والاجنبيه جت في هذا الإطار. إلا إن زي ما أنا بشوف إن تشريعات الملكية الفكرية بتوفر استدامة وحماية لقطاع الرياضة وبتحمي استدامة الاستثمار في هذا المجال، في نفس الوقت بشوف إن قانون الرياضة بيوفر التكامل وبيدينا وبيضفي عليه تشريعات الملكية الفكرية الديناميكية في الفكر نفسه. يعني بمعنى إن العلامات التجارية بعد ما كانت واخده الشكل الثابت، النهارده احنا مش بنتكلم في ان صوره اللاعب الرياضي بس علامه او لقبه علامه، لا، ده انا بتكلم في ان حركه اللاعب الرياضي اصبحت تسجل كعلامه تجاريه. عندنا وقفه الجامايكي يونسن نيلتون، يعني اللي هو بيعرف طبعا بانه اسرع رجل في التاريخ، بيسجل حركته المعروفه الشهيره لحظه انتصاره دايما بانه بياخذ وضعيه كده للورا، وعرفت حتى بصاعقه البرق، بيميل إلى الخلف وبيشير للسماء كده. يعني حضراتكم أكيد عارفين هذا الشكل اليونسي لأنه هو مشهور بيه جدا. فعليا قدر يسجل الحركة كعلامة تجارية مميزة له في لحظة انتصاراته بمكتب العلامات التجارية في الولايات المتحدة. مايكل جوردن اللاعب الأردني تعاقد مع شركة نايكي، منحها حقوق استغلال الشعار الخاص بيه المعروف بإير جوردن، بالرغم من إنه لم يسجل الشعار. هو التصرف جاي بناء على الحماية المقررة للعلامة المستخدمة وفقا لتشريعات الملكية الفكرية. طيب خليني أشير سريعا لأهمية الحرص على العلامات التجارية للاعب. أخيرا الإي سبورت أو تطور الألعاب الإلكترونية الرياضية بيستغلوا ليس الصورة فقط للاعب ولا اللبس اللي خاص باللاعب الملابس، لكنهم أيضا بيستغلوا الحركات. ولذلك أنا بشوف إن في حركة اللاعب أهمية كبيرة جدا جدا لتسجيلها. فهنا المطور النهاردة، مطور الألعاب الإلكترونية، ما يقدرش يلجأ لاستخدام هذه الحركات
أو إن هو يتضمنها باللاعب في نفس الوقت اللي هو ما عندوش عقد يربط بينه وبين هذا اللاعب. لابد من وجود عقد باستغلال هذه الحركة باعتبارها إنها محمية وفق تشريعات الملكية الفكرية والرياضة. أيضا هتنقل مع حضراتكم للمحور الأخير. الحقيقة دايما يعني كتير جدا من الزملاء بيشوفوا إن براءات الاختراع بعيدة شوية في كتحديدا كفرع من فروع الملكية الفكرية عن الرياضة، لكن الواقع العملي أثبت عكس هذا. حاجة الشركات المطورة لكراسي المشاركين اللاعبين المشاركين في الدورات البارولمبية اللي هم اللاعبين ذوات الهمم أفصحت عن أهمية كبيرة جدا لتسجيل تطوير هذه الكراسي أو الأجزاء اللي بنضطر ان احنا يعني تتركب للاعب لكي يبدع في النشاط اللي بيقوم به. فطبعا هنا لولا تسجيل هذه البراءات ما تستطيع الشركة ان تستكمل نشاطها وما تستطيع ان تحقق الارباح المالية المنتظرة من هذه الاختراعات. ف محافظة على استدامة هذا النشاط في هذه الاختراعات الهامة، بنعتبر أن براءات الاختراع موجودة وبقوة وحاضرة في حماية الاستثمار في هذا المجال. هتنقل أخيرا مع حضراتكم للتصميمات الصناعية. الحقيقة هناك جدل، بداية كده هناك جدل ما بين حق المؤلف وما بين التصميمات الصناعية في رسم المدرجات. رسم المدرجات بيختلف من مكان لمكان زي الرياضات الشاطئية، إلا إنه هو جدل فقهي، لازال جدل فقهي، لكني أنتهي فيه إن سواء هو محمي المدرج الرسم الهندسي المدرجات سواء محمي على أساس حق المؤلف أو إنه محمي على أساس التصميمات الصناعية كفرع من فروع الملكية الفكرية، فكلتا الحالتين هو محمي وفقا لتشريعات الملكية الفكرية. أنا بكون استعرضت يعني بشكل سريع كل فروع الملكية الفكرية وبنأكد على ارتباطها وعمقها وتوفيرها الحماية لكل ما يعني مش عايزة أقول إن هو ينقص، لكل ما نحتاج إن احنا نأكد عليه في تعديلات النصوص لقانون الرياضة بوجه عام سيما العربية منها، لأن ده إحنا محتاجينه، يعني محتاجين إن إحنا نستند لمواد تحمي حقوق الرياضة موجودة في قانون الرياضة بالإضافة لتواجدها في قانون الملكية الفكرية. قانون الملكية الفكرية أصلاً استمد قوته من القانون المدني، وما فيش مشكلة خالص إن قانون الرياضة يستمد قوته من قانون الملكية الفكرية وأيضاً من القانون المدني وهكذا. يعني إحنا بنحب دايماً نقول إن إحنا عايزين نكمل ونوصل للكمال. أتمنى إن أنا ما أكونش طولت عليكم، وسعيدة جدا جدا بلقائي معاكم، وأنا تحت أمركم في أي أسئلة، ومتشكرة جدا لحضراتكم. شكرا سعادة الدكتورة الجليلة. طبعا احنا بنشكر حضرتك على هذا الحديث الممتع المنظم المفيد، وعايز اضيف لحضرتك يعني على كلام حضرتك ان في دلوقتي بالنسبة للعلامات الرياضية بالذات ان في بعض المواقع دلوقتي بقت متخصصة والشركات متخصصة في تقييم العلامة الرياضية للنادي او الاتحاد او للمنتخب، وقيموها حتى بالفلوس، يعني يقول لك مثلا المنتخب المصري قيمته كذا، او العلامه بتاع المنتخب المصري كذا، او الاتحاد المصري لكره القدم تمام كذا، او نادي الزمالك كذا، او نادي فده موضوع مهم جدا. وبقت العلامات الرياضيه من الاصول للهيئات الرياضيه، من اصول الماليه للهيئات الرياضيه. وبرضه مش عايزين ننسى برضه الأصول غير الملموسة، الأصول غير الملموسة. تمام بالظبط، عايزين برضو تمام موضوع الصورة دي كانت عاملة أزمة كبيرة جدا إلى أن وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم حاجة في اللوائح بتاعته إن الصورة الشخصية للاعب هل هي حق له أم حق للنادي أو الذي يلعب به، وكان في حتى اختلاف ما بين المحكمة الرياضية الدولية حكم طالع
وحكم طلع آخر من المحكمة الأوروبية، محكمة العدل الأوروبية، وكان حكمين متناقضين، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وضع أن حق الصورة الشخصية للاعب، الصورة الفردية هي حق أصيل للاعب، إلا إذا تضمن بقى في عقد الاحتراف بتاعه، عقد الانتقال بتاعه، إن من حق النادي أنه يستغل الصورة الشخصية للاعب. فعشان كده يعني كله متداخل في بعضه، زي ما حضرتك تفضلتي ان الملكيه الفكريه طبعا تدخل عندنا في الرياضه، بالذات في صياغه العقود، عقود الانتقال او الاحتراف، بالنسبه لحقوق الصوره الشخصيه للاعب او للرياضي، وكمان في العلامات الرياضيه، دي حاجه مهمه جدا. شاكرين جزيلا. أنا اتفضلي عايزة يا فندم. أقول حاجة صغيرة في جزئية الصورة كمان يا مستشار. إن الحقيقة إن الصورة نفسها حاليا بيتحدثوا عنها وكأنها علامة، يعني إحنا اتنقلنا من كلمة صورة لكلمة علامة، ده صحيح. فأصبحت الحماية لصورة اللاعب على أساس إنها علامة تجارية. بالضبط يعني صحيح. يمكن أنا لما بتكلم عن يونسن بيلت، هو عامل صورة ظلية ليه. صحيح، هو بيشير لإيده بإن هو حقق هدف، إلا إن الصورة جايبة صورته هو كلاعب في شكل ظلي، مع ذلك نعم. سجلت كعلامة تجارية. خليني أقول حاجة صغيرة ده بعد إذن حضراتكم لو سمحتوا لي، إن تفضل. أجمل ما في قانون، أجمل ما في تشريعات الملكية الفكرية، إنها فيها حق التتبع، معنى إن أنا ممكن أمنح حق استغلال لصورتي الشخصية. فأنا منحت حق الاستغلال ده إلا إنها استغلت تجاريا. يبقى أنا هنا هتتبع صورتي، رغم إن أنا منحت الحق، هتتبع صورتي في الأرباح. فدايما قانون الملكية الفكرية بيجيب لي الربح اللي بيحقق بشكل طفيلي، وأنا ممكن أكون ما أعرفش بيه أساسا. الحقيقة إن ده لو استغل في الرياضة هنضمن الاستدامة إن شاء الله في القطاع على أكمل وجه. كل الشكر يا سعادة الدكتورة الجليلة، إن شاء الله يبقى في لقاءات ولقاءات إن شاء الله يستفيد منها، نستفيد منها جميعا بإذن كل الله. الشكر لحضراتكم، كل الشكر شكرا لحضراتكم. أنا اللي شاكرة، شكرا أنا اللي جزيلا شاكرة لحضراتكم. شكرا جزيلا. إحنا كده انتهينا النهاردة من جلساتنا الثلاث، ويعني استعرضنا طبعا، إحنا قلنا إن هما 3 جلسات، الجلسة الأولى تناولنا فيها المراكز العربية والدولية للتحكيم، وطبعا تحدثوا زملائنا الأفاضل، وانا شخصيا يعني طلعنا كده يعني يجيز لي ان انا اقترح اني مثلا على المستوى المصري، في القانون المصري الخاص بالمركز التسويق والتحكيم الرياضي، لابد من ضروره وضع نص خاص بصندوق المساعده القضائيه بالنسبه للجو لمركز التحكيم الرياضي المصري وغير قادرين، لا سيما يعني كان الحد الادنى، انا اشتغلت في المركز التحكيم الرياضي المصري الى ان وقف بحكم الدستوريه، من بدايته الى ان وقف الحكم الدستوريه، وشفت قد ايه ان في بعض الناس كانت الرسوم اقل الرسوم فيه كانت تقريبا يعني 20,000 جنيه، وده مبلغ يعني ممكن يكون كبير بالنسبه لبعض المراكز او الانديه الصغيره او الرياضيين الصغار، او ضروري جدا ان احنا يبقى في صندوق المساعده القضائيه على غرار قطر والسعوديه، وكمان الامارات وضع برضو في القانون بتاعها 16 سنه 16 اللي هو قانون الاتحاد الخاص بمركز التحكيم الرياضي الاماراتي، ضروري برضو ان احنا نعقد، يبقى في حاجه ده بقى في الاداره، شراكات معينه وبروتوكولات زي ما عملت مؤسسه قطر للتحكيم الرياضي، ضروري برضو ان يبقى في نص ان الاختصاص الحصري يكون بالنسبه للمذاعات الرياضيه يكون لمركز التحكيم الرياضي المصري، وبرضو في نص عجبني جدا في القانون الاماراتي انه لا يجوز الطعن على القرارات الصادره من مركز التحكيم الاماراتي حتى بدعوى البطلان، يعني حتى لا يجوز دعوى رفع دعوى بطلان ضد القرارات الصادره من مركز التحكيم الاماراتي، وبرضو عايزين نجعل ان درجه التقاضي في المركز هو درجه واحده على اساس الدقيقة يبقى افضليه للتحكيم، يا اما كده يبقى نرجع للمحاكم بقى طالما يبقى في درجتين وثلاثه وهكذا. استفدنا برضو من الجلسه الحواريه الثانيه الخاصه باللجان القضائيه، وعرفنا ان ضروري جدا ان احنا نعني اثناء صياغه الانظمه الاساسيه للهيئات الرياضيه سواء بقى اتحادات او انديه، ولازما يعني ايه نستعين بالخبراء في هذا المجال، وان موضوع الصياغه وصياغه اللوائح ده مهم جدا، وده اللي بيقلل النزاعات والمنازعات الرياضيه، برضو نعني بانشاء او بتشجيع الاستثمار الرياضي
بتحويل الأندية إلى شركات أو منح الأندية سلطة إنشاء شركات. ده مهم جدا في موضوع الاستثمار. بالنسبة للجلسة الحوارية الثالثة العقود الرياضية، فيعني برضو الزملاء برضو أثاروا نقاط مهمة، ضرورة صياغة العقود، وإن لازم العقود يتم صياغتها وفقا للأطر الحاكمة لها، اللي هي زي إيه، مش بس القوانين العامة زي القانون المدني وخلافه، لا ده لازم برضو اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية المعنية لازم تراعى أثناء صياغة العقود. برضو موضوع احنا قلنا عقود المنشآت الرياضية لازم برضو تكتب بعناية وتصاغ بعناية. برضو موضوع الملكية الفكرية في المجال الرياضي ده موضوع مهم جدا، ويعني ايه لازم نراعيه في ايضا في صياغة العقود، ان النادي مثلا اثناء يعني ابرام عقد مع لاعب، لو هو عايز يستغل صورته الفردية او الشخصية للاعب، الصورة الفردية للاعب، يبقى اذا لازم ينص ذلك في العقود الخاصة بيه، يا الا ما كده ما يبقاش عنده حق انه يستغل الصورة الفردية للاعب الا بعد كده باتفاق لاحق فيما بين. فدي كل ملاحظاتي، وانا اشكر جميع المتحدثين واشكر حضراتكم جميع الحضور، واشكر طبعا سعادة الدكتور الجليل سعادة الدكتور ابراهيم فهمي على تحت لإتاحة الفرصة لنا على منصة العدالة.